ثمان لعيبه خلف الكره. الفريق الايراني كابتن حسن، هل يلعب بشكل كبير على الاطراف ام يلعب بالعمق بشكل اكثر؟ اذا ما شاهدنا سواء كان في المباراه السابقه او في الدوري الايراني اذا كان لا هو كثير ما يعتمد على 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 الاطراف طبعا. يمكن تفضل الكابتن يمتاز بالقائم دائما الكره الايرانيه تعتمد على انهم يلعبون على الاطراف ويكون في مسانده ممكن بعد يعني خطرت كلهم يعني نعم الكرات الثابته هذا كحل ثاني يعني بالنسبه لهم، هذا حل للفريقين، لكنهم دائما ما يبنون هجماتهم عن طريق الاطراف، تبدا من وسط الملعب تنقل الكره للطرف سواء الايمن او الايسر. لذلك انا ليش اقول انه من الضروري مثل ما كان في المباراه السابقه انه يكون الدفاع يبدا من المهاجمين، وهذه المساله شاهدناها، شاهدنا ايفرتون كيف يقطع الكرات او انه يكون كاول اول جهه دفاعيه بالنسبه للكتله الجماعيه، ايضا احمد خليل، ايضا ليما، شاهدناهم يرجعون ويمنعون انه اللاعب الايراني يلعب الكره على الطرف، وهذه كانت طبعا رؤيه مدرب ولكن طبقها اللاعبين في داخل الملعب. لذلك لابد انه يكون اللاعب فريق نادي الاهلي ان يمنعوا نفط من انهم يلعبوا الكرات من الاطراف لراس الحربه. صوره جميله نشاهدها من الجماهير، الجماهير الاماراتيه، جماهير نادي الاهلي، علم المملكه العربيه السعوديه وعلم دوله الامارات، هذا الترابط طبعا وعلم مملكه البحرين كذلك، هذا الترابط الخليجي الجميل الذي نشاهده في استاد راشد بدبي، و نشاهد هذه الأجواء الجميلة الحافلة. دائما ما إن شاء الله نفرح بنتيجة إيجابية للأهلي، نشاهد هذه الجماهير المؤازرة في ظل الأجواء الرطبة عالية الرطوبة، نشاهد طبعا الجماهير وهذه الإعلام ومساندة قوية بين دول الخليج للممثل الكرة الإماراتية نادي الأهلي الإماراتي، كما يعني نعلم أنه هناك شهداء جنود الوطن، ونتمنى سبحانه وتعالى أن تغمدهم بواسع رحمته إن شاء الله، وطبعا دخول الفريقين لأرض الملعب، ونتمنى التوفيق إن شاء الله في شوطه الأول للأهلي في هذه المباراة. إلى أرض الملعب أستاذ راشد وزميلنا معلق المباراة طبعا فهد العتيبي، تفضل لك الكلمة فهد. كل التحايا لكم أينما كنتم عبر قنوات بي إن سبورتس، حيث المواجهة الإماراتية الإيرانية في دور الأبطال. تشكيلة الفرسان هذا المساء بالتأكيد كنادي خليجي وعربي نعتز به كثيرا، نرجو له التوفيق هذا اليوم بالنسبة لفرسان النادي الأهلي للنجوم اللي يلعبون على ملعبهم بين جماهيرهم. أحمد ديدا حراسة المرمى، دفاع الأهلي اليوم عبد العزيز هيكل من جهة اليمين كالمعتاد، عباس وليد عباس في جهة اليسار على مستوى وسط الدفاع، كون كيونغ وون مع سالمين خميس في وسط الملعب، حبيب الفردان، ماجد حسن أمام ثلاثي خليل ريبيرو وإسماعيل حمادي، تقريبا ليما رأس حربة تقليل ثابت ربما نقول يضاف إليه في أحمد خليل كمهاجم ثاني في قائمة النادي الأهلي في مباراة اليوم. الأجواء كبيرة، الحماس موجود، كل شيء جاهز لمشاهدة ممتعة مع حضراتكم، وكل الأمان بالتوفيق للنادي الأهلي الممثل العربي الثاني في هذه البطولة بعد ترشح النادي السعودي الكبير بالهلال بالأمس على حساب شقيقه نادي الأخوية القطري. محاولة في جهة اليمين انطلاقة لمصاتي ريبيرو، ولكنها بعد ذلك فيها تغطية والتدخل إلى رمية جانبية إيفيرتو ريبيرو. الدوري البرازيلي نجم الأهلي بالتأكيد عليه هذا اليوم الأنظار، وبالتأكيد أنه جماهير النادي الأهلي تتمنى الكثير من ريبيرو، كما هو الحال بالنسبة لليما، إسماعيل حمادي، أحمد خليل، اللاعبين عندهم قدرات عالية جدا اللي قادرين على عمل الفارق في مباراة من هذا النوع. ماجد حسن في بناء الهجمة، لاعب الارتكاز بجانب حبيب الفردان هذا في هذا المساء بالنسبة لتشكيلة الأهلي. الأهلي لا يملك سجلا كبيرا في هذه المسابقة، الأهلي لا يملك سجلا كبيرا حتى في المباريات التي يلعبها خارج الإمارات، يعني على مستوى البطولات الخارجية لا يملك سجلا كبيرا أو ألقابا كثيرة، لا يملك ألقاب على مستوى البطولات اللي يخوضها خارج الإمارات، ولكن الجيل الحالي، الفريق الحالي مع كوزمين أولاريو، الإدارة الحالية للنادي الأهلي، هيئة
الكثير من الأشياء التي تساعد اللاعبين على أن يقدموا بطولة مختلفة، على أن يكون هذا الموسم استثنائيا للأهلي ويكون بطل إماراتي ثاني على مستوى هذه المسابقة منذ أن توج العين في المرة الأخيرة في هذه البطولة كأول بطل بالمسمى الجديد بالتأكيد في بطولة 2003. رمية جانبية، الرمية الجانبية للأهلي، تغطية وتدخل، كرة تعود مرة أخرى إلى ريبيرو بدون تركيز، رمية جانبية لفريق نفط طهران. هذا هو علي رضا منصوريان اللي قال أنه مباراة اليوم لن تكون سهلة، ولكن عندنا القدرة على تجاوز هذه المباراة. طلب من لاعبيه أن ينسوا مباراة الذهاب في وقت في كوزمن احترم خصمه وقال أنها مباراة أيضا لكي نتأهل نحتاج فيها إلى أن نعمل بكفاءة عالية، أن يكون لدينا كثير من التركيز، ولكن أيضا لا بأس من بعض الإثارة في تصريحات كوزمن اللي قال أنه تقريبا مباراة اليوم أيضا سنكون فيها مترشحين وخير استعداد لمواجهة الهلال في نصف النهائي. رمية جانبية، هذا هو ما يلقب بلاماتشي على غرار تيفيز. ليما في الهجوم، ولكن كنت أقصد الحمادي إسماعيل الجناح الطائر والنجم في خط الهجوم تقريبا في تشكيلة الأهلي ومنتخب الإمارات. رمية جانبية، 5 مشاركات تاريخية للنادي الأهلي في دور الأبطال، 33 مباراة، 7 انتصارات، 14 هزيمة، 12 تعادل، 39 هدف سجله نجوم النادي الأهلي على مدار تاريخهم في دوري أبطال آسيا، وقبلوا في مرماهم 56 هدف فيما يتعلق بالنادي الإماراتي الكبير اللي عنده في سجله 19 لقب رسمي في كلها داخل أو كلها ألقاب داخلية على مستوى الإمارات. كرة للأمام، محاولة لمصلحة أحمد خليل، تغطية وتدخل، محاولة لبناء الهجمة في وسط الملعب من جانب حبيب، الفرداني لماجد حسن، ماجد عدى ولكن أمام تغطية وتدخل. أذكر الجميع مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة الفرسان بهدف مقابل لا شيء، هدف في طهران يساعد الأهلي هذا في مباراة الليلة كثيرا لتجاوز مباراة الليلة والوصول إلى نصف النهائي. محاولة على جهة اليمين بعيد عن الكل وسهلة بعد ذلك إلى حارس المرمى علي رضا بيرافانت، كرة ماجد حسن. الآن بالتأكيد أن الجماهير حاضرة وليست جماهير نادي الأهلي فقط، لأنه حتى إدارة النادي قررت أن تسمح للجماهير شراء، طبعا قامت بشراء تذاكر وسمحت للجماهير بالدخول مجانا لمباراة اليوم. ليست جماهير الأهلي فقط ولكن جميع الجماهير الرياضية الإماراتية اللي عندها الكثير من الولاء والحب لوطنها ولأنديتها عندها الفرصة لتتواجد في مباراة اليوم لتشجع وتوازن الأهلي كممثل بالتأكيد للإمارات في موعد آسيوي حاسم. ولذلك فإنه لم يعد فقط الفرسان كما هو اسمهم المتعارف عليه في الإمارات، بل أنهم يدعمون هذا اليوم ما يعرف بفرسان آسيا اللي قادرين على تجاوز مباراة الليلة. في محاولة وبعد ذلك حكم المباراة أشار إلى وجود رمية جانبية، لمسة راش ريضا فانت، محاولة لمصلحة فريق نفط طهران، هو الآخر لا يملك سجل كبير على مستوى البطولات اللي خارج إيران، ليس لديه الكثير من الأرقام على مستوى المحلي، حتى لم يسبق وأن فاز ببطولة الدوري على مستوى إيران. كرة تصل على جهة اليسار، محاولة لما لمسة لحبيب الفردان، تغطية تدخل، محاولة مرتدة لمصلحة فايد أميري في وسط الملعب، كرة متبادلة بين لاعبي الفريق الإيراني. أرسلان يحاول في الجهة اليمنى البحث عن كرة عرضية نحو القائم الثاني، ولكن الرأسية بعد ذلك تغطية موجودة من الدفاع وتبعد بعد ذلك بشكل جميل من جانب الدفاع. كرة كانت خطيرة لكن سالمين في التغطية. فريق الإيراني يحاول أن يكون لديه المبادرة على مستوى الهجوم، المبادرة الهجومية بالنسبة لفريق نفط طهران اللي عنده الفرصة، ولكنها بعد ذلك سهلة نحو حارس المرمى أحمد ديدا. كرة سهلة عند أحمد ديدا،
الأندية الإماراتية عندها صولات وجولات بالتأكيد في هذه البطولة وعلى مستوى جميع البطولات الآسيوية المختلفة، ولكن بالتأكيد أنه أبرز الأندية التي نافست وكان لها التعلق الكبير في دوري الأبطال هو نادي العين. العين اللي عندها خبرة أكبر بصراحة من بين الأندية الإماراتية في التعامل مع هذه البطولة، ولكن في الوقت الحالي الفرسان عندهم إمكانيات طيبة وعندهم مدرب ذكي بالذات فيما يتعلق بمباريات الكوس. نعرف كوس من تاريخيا عندها أرقام كبيرة في رصيد 13 لقب، ولكن منها 8 ألقاب كانت على مستوى كوس. من نوعية المدربين الممتازين في التعامل مع هذه النوعية من المباريات ومع هذه النوعية من البطولات، وإن كانت بالتأكيد وبطولة ليست سهلة وما يتبقى فيها من مباريات تبقى صعبة جدا على الأهلي، على أوساكا، على غوانزو، وكذلك على الهلال. محاولة في مكان خطير، ريبيرو، تمرير نبيلي من ريبيرو ليما، ذكية تمريرة ريبيرو، لكن الدفاع تدخل قبل أن تصل إلى ليما. مرة أخرى ريبيرو يحاول إيفرتون أمام التغطية. الفرصة الأولى للأهلي لم تكتمل. فريق الإيراني سيحاول تعويض الهدف اللي سجل في المرمى في مباراة الذهاب، لكن أيضا الهدف عندما يسجل الأهلي سيجعل حجم الضغط أكبر على الفريق الإيراني وسيجعل مطالب بتسجيل هدفين. الجماهير الإماراتية تتفاعل تدعم لاعبيها في مباراة اليوم. الأهلي في هذه البطولة 9 مباريات، 3 انتصارات، خسارتين و4 تعادلات. 4 تعادلات كان من بينها مباراتين انتهت بالتعادل السلبي. الفريق الذي سجل في هذه البطولة حتى الآن 12 هدف، وهدافه هو أحمد خليل، واحد من هدافي البطولة في نسختها الحالية. بالنسبة للناجم أحمد خليل اللي عنده 5 أهداف. خطأ احتسب حكام المباراة لعبد العزيز هيكل. رابطة مشجعي نادي الأهلي تدعم لاعبيها بشكل كبير في مباراة الليلة. تشكر الجماهير بصراحة اللي حضرت لمؤازرة الأهلي في مباراة اليوم. كرة طويلة للأمام ولكنها بعيدة، لكن تلاحظ معي بعض المدرجات الخالية. لا يفترض أن تكون كذلك بالتأكيد في مباراة من هذا النوع على مستوى عالي وعلى مستوى كبير جدا. الكرة بعيدة وإلى ضربة مرمى كوزمين. أولاريو 13 لقب في رصيده كمدرب، 13 لقب في من بينها القاب في رومانيا، في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، استواء بوخارست في رومانيا، في السعودية مع الهلال، وفي الإمارات مع العين، وبعد ذلك مع الأهلي. ولكن في كل التجارب كمدرب كان لها بصمة، في كل تجارب كمدرب كان ناجحا، كان عندها ألقاب، كان عندها ألقاب. ومحاولة لأحمد خليل، عنده السرعة وعنده مهارة. خليل مر، الدفاع تدخل، هرب من المدافعين بمهارته بسرعته، ولكنها بعد ذلك ضاعت، عادت إلى ريبيرو. إيفرتون، إسماعيل الأباتشي، لمسة لي مرة أخرى، محاولة كانت من ليما الآن إلى ريبيرو. ريبيرو يحاول، إيفرتون للوراء، هجمة للأهلي، عرضية القائم الثاني، ولكنها بعد ذلك سهلة نحو حارس المرمى علي رضا. علي رضا يحاول بناء المرتدة. الفريق الإيراني يحاول الحصول على فرص، الحصول على مساحات، لكن الأهلي ليس مضطرا أن يهاجم بأكبر عدد من اللاعبين ويترك مساحات في الخلف. نعم مطالب بالهجوم. أحمد خليل من بين اللاعبين الممتازين على مستوى الخليجي بصراحة فيما يتعلق بكرس حربة قوي بدنيا، مهاري وسريع، ثم أنه يملك قدم قوية، منفذ بارع في تنفيذ الكرات الثابتة. يعني عندك لاعب بهذه الامتيازات
وعندك جناح خطير هو لاباتشي اسماعيل، وعندك صانع العاب يلعب في منتخب البرازيل. يكفي انه لا يزال دولي مع قائمه المنتخب البرازيلي بالتاكيد بالنسبه لي ايفرتون. تغطيه وتدخل ايفرتون بالكعب لمسه بعيده عن الكل يقراها الفريق الايراني. محاوله لمصاتي نونغ، الفريق الايراني يهاجم في جهه اليسار لكن التغطيه لا زالت متواجده. محاوله لمصاتي نفط طهران، تمريرة الرد في مكان خطير و... برافو 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 ديدا، الله على اللقطة رائعة فيها ردة فعل جميلة من جانبي أحمد، وإن كان أقل طولا من ديدا وإن كان أقل اسما من ديدا البرازيلي لكننا نعتز بها أحمد أكثر، اللي كان عنده ردة فعل رائعة جدا. 1-0 للفريق الإيراني رفضه ديدا، الهدف الأول للإيرانيين رفض ديدا بردة فعل رائعة جدا من جانب أحمد. الرمية الجانبية للأمام، محاولة في مكان خطير، بدأ الإيرانيين يحاولون الهجوم أكثر. العودة في وسط الملعب لمصعتي أميري، تغيير اتجاه اللاعب في الجهة اليمنى نفط طهران، بالتأكيد أنه مطالب بالهجوم أكثر من الأهلي لتسديد دينا في مباراة الذهاب إن صح التعبير، لأنه خسر في إيران 0-1. الكرة تعود للوراء سهلة بعد ذلك إلى علي رضا بيرافان. دور جماهيري مطالبين فيه الجمهور اليوم إنهم يدعمون اللاعبين، إنهم يعطون اللاعبين الكثير من شحنات الحماس لكي يكونوا على ما يرام في مباراة صعبة. تغطية والتدخل من جانبي خميس، الإبعاد بعد ذلك، الرمية الجانبية لمصلحة الفرسان. الجهة اليمنى كان فيها مشكلة عبد العزيز، لم تكونوا على ما يرام في اللقطة الخطيرة جدا لمصلحة الفريق الإيراني اللي ضاعت بتألق كبير من جانبي أحمد ديدا. أخطر محاولات فريق نفط طهران من جانب نونغ. لويس نونغ لاعب اللي كان عنده فرصة في منتهى الخطورة للفريق الإيراني. عودة مرة أخرى، الفريق الإيراني عنده محاولة في وسط الملعب لكن انتشار جيد بين عناصر النادي الأهلي. محاولة في التغطية والتدخل، تفتك الكرة بشكل جميل من جانب ريبيرو، حافظ على كورته مررها بعد ذلك للحماد إسماعيل، خاطئة يستعيدها بعد ذلك حبيب، والكرة تصل على جهة اليسار. محاولة لمصلحة النادي الأهلي، الفرسان يحاولون الهجوم. الأباتشي 1-1 عند مهارة سريع إسماعيل، لمسة لليما، ليما للحمادي مرة أخرى، حمادي يحاول المرور، حمادي مر، إسماعيل عدى إلى ليما بمهارة بتمرير ريبيرو، خطيرة للفرسان، ضاعت يا ريبيرو، ضاعت يا إيفرتون، الله على الأباتشي، جميلة من إسماعيل، إسماعيل حمادي بمهارته، بسرعته المعتادة، بكفاته العالية جدا، وبعد ذلك ليما خدع المدافعين الإيرانيين، لكن ليست تسديدة العادة اللي كنا ننتظرها ريبيرو، تسديدة جاءت في يد الحارس، إيفرتون كان عنده الفرصة الأخطر للفرسان في هذه المباراة. ربع ساعة فرصة للفريق الإيراني، فرصة لنا وكنا خطيرين قريبين جدا عن طريق ريبيرو اللي يضع كرة كان بالإمكان التعامل معها بشكل أفضل. نعرف إنه في النهاية نحن نتكلم ونحن بعيدين عن أرض الواقع. اللاعب بسرعة أراد أن يستغل فرصة ريبيرو ولكن التسديدة جاءت بعد ذلك في يد علي رضا بيرافانت. ريبيرو النجم الدولي البرازيلي، التعليمات بجانب كوزمان للاعبي، كرة تصل بعد ذلك لمصلحة الفريق الإيراني. من الصعب حقيقة أن كوزمان يمر بفترة أو نقول في تجربة دنيا أن يفوز فيها بألقاب، قلت في أنه في رومانيا في السعودية في قطر أيضا مع السد فاز ببطولة، ثم بعد ذلك مع العين ومع النادي الأهلي في الإمارات. كرة تصل على جهة اليمين العزيز، هيكل الأمام أحمد خليل، كرة تصل إلى ريبيرو،
إيفرتون يحاول مرور ريبيرو واحد على واحد تحرك بجانب هيكل في مكان خطير تمريرة في العمق ذكية ولكنها بعيدة عن عبد العزيز. جميلة الفكرة كانت من جانب ريبيرو ساحر برازيلي بمهارات عالية. المدرب الإيراني بدأ يشعر بالكثير من القلق يضع يده على جبينه قلقا من وضعية المباراة ويعرف خطورة وقيمة مهاجمي النادي الأهلي ويعرف أنه حتى لو هاجم الدفع على الأمام وترك مساحات فإن الأمر سيكون صعبا أيضا على فريقه. كرة تعود مرة أخرى للوراء سانتوس المدافع لمسه بعد ذلك لكن فيها تغطية وتدخل. عاد الفريق الإيراني يحاول هجوم من جهة اليمين. المحاولة الإيرانية الفريق الإيراني يبقى خطير جدا طبعا عن طريق الكرات الهوائية العرضيات. نعرف انه الإيرانيين عندهم هذه الكيفية التعامل جيد مع الكرات الهوائية. تغطية من جانب ليما العائد للوراء ليما إلى عبد العزيز هيكل للأمام تمريرة بدون تركيز من جانب هيكل تعود مرة أخرى. الكرة تبقى لي أرسلان نونغ أراش ريفا فاند حكم المباراة يعطي مبدأ الأفضلية. إسماعيل حمادي عدى في وسط الملعب أحد اللاعبين على الأرض. نعم اللاعب نونغ تعرض لإصابة. شوف اللقطة مرة أخرى تدخل كان عليه من جانب عبد العزيز هيكل وبعد ذلك حكم المباراة أعطى مبدأ الأفضلية ثم إصابة لنونغ. استاذ راشد الجماهير الحاضرة جماهير الفرسان وأيضا كثير من الجماهير الإماراتية التي جاءت لمساندة نادي الأهلي في معترك آسيوي كبير مهم ويعني الكثير بالتأكيد لهذه الجماهير. احرثوا أرض معقلكم من أجل شموخ الشعار اللافتة اللي كتبت من جانب جماهير النادي الأهلي بالتأكيد التي عندها الكثير من الانتماء الحب لهذا النادي الكبير وليس من الأندية السهلة الصغيرة في الإمارات ومن الأندية الكبيرة اللي عندها تاريخ وعندها أرقام وعندها ألقاب. الأهلي أول لقب له على مستوى الدوري الإماراتي كان في السبعينات منذ سنوات طويلة. نادي الأهلي وهو من بين الأندية القوية أصحاب التاريخ الكبير في كرة الإمارات لكن الإمارات كلها اليوم خلفه وبالتأكيد كل العرب خلف النادي الأهلي مثل ما هي بالأمس حية الفريقين هلال الأخوية وكانت تتمنى التوفيق لهما. بالتأكيد الآن أصبحنا في صف الهلال بعد ترشحه إلى دور نصف النهائي ونتمنى التوفيق للأهلي كممثل عربي آخر. الأباتشي يحاول على جهة اليسار الأباتشي مر إسماعيل تأخر في التمرير. إسماعيل تأخر في التمرير. إسماعيل حبيب ممتاز من الفردان تغطية ذكية من جانب الفردان عادت إلى إيفرتون ريبيرو اللي بيتحرك أحمد خليل وكرة لكنها بعيدة ذكية تمريرة ريبيرو أحمد خليل كرة جاءت بعيدة أعطى كرة قال أنت وضميرك لمسة في غاية الروعة سحر من جانب ريبيرو تحرك ذكي من أحمد خليل ولكن الكرة على الطائر بهذه الطريقة ليست كافية للوصول إلى المرمى. تسديدة جاءت بعيدة كل البعد عن مرمى علي رضا بيرافاند كرة محاولة في وسط الملعب لريبيرو كتبها طبعا او كتبتها جماهير نادي الاهلي في مباراه اليوم كما لاحظناها رحم الله قلبا كان ينبض بحب الاهلي. طبعا هي حملت اسم داود محمد اللي توفي وكان احد ابرز نجوم النادي الاهلي في الثمانينات كان مهاجما رائعا وعمل للفريق في الجهاز الاداري وفي الاهلي حتى توفي منذ يومين والجماهير تقدم هذه اللافته لتذكر واحد من رجال النادي الاوفياء على مدار تاريخه. تاكيد انها لمسه ولفته جميله من جانب جماهير
الفرسان هذا المساء اللي نتمناها لها أن تخرج من هذا الاستاد وهي تحتفل بفريقها ووصولها إلى دور نصف النهائي. تتمنى أن الأهلي يواصل نجاحاته في هذه البطولة، لا أقول مغامرة لأنه عنده من النجوم ما يسمح لنا بترشيحه للمنافسة على اللقب بصراحة، في ظل وجود مدرب بإمكانيات كبيرة وفي ظل وجود لاعبين على مستوى جيد إن كانوا محليين أو لاعبين الأجانب المحترفين مثل ريبيرو وليما اللي عندهم قدرات عالية جدا، وبالتأكيد هنالك صعيد الموجود في قائمة البدلاء في تشكيلة الأهلي تشكيلة كوزمن أولاريو. رمية جانبية، كرة تعود للوراء، مضي دقائق بهذه الوضعية تريح أعصاب لاعبينا بالتأكيد، لكن هدف يجعل حجم الضغوطات أكبر على الخصم ويجعل الأهلي على أعتاب نصف النهائي. خليل طالت عليه، خلص الدفاع بعد ذلك إلى ركنية ذكية، الكرة العرضية أحمد خليل كان في الانتظار ولكنها بعد ذلك تبعد. الصورة على كون كيونغ دون وون اللاعب الكوري الجنوبي اللي لعب كرة طويلة خلف المدافعين تجاه أحمد خليل، ولكن الدفاع تدخل عن طريق كارلوس سانتوس. ركنية كوزمي، جماهير تنتظرها، هل أنها كرة 1-0 ووضع قدم ونصف في نصف نهائي دور الأبطال؟ وقفت وانتظرت جماهير الفرسان. محاولة تصل بجانب إسماعيل، عودة إلى ريبيرو، ريبيرو للوراء، محاولة الآن فردان عرضية رأسية لكنها بعد ذلك أقرب إلى حارس المرمى. أكثر من لاعب في الأهلي ممتاز في الكرات الهوائية. محاولة لمرتدة أميري، فهيد أميري، محاولة بينية لكن التغطية بعد ذلك. دور كبير جدا لحبيب الفردان، دائما هنالك جندي مجهول في الكثير من الفرق، اللاعب اللي يؤدي ادوار قد تكون خفيه لا يشعر فيها الا المدربين. جميله من ريبيرو، لمسه ساحره والتمريره لاباتشي اسماعيل، ليما اسماعيل في الانتظار، ليما تمريره كان بالامكان افضل مما كان يصول يجول ما شاء الله عليه في الملعب. اسماعيل على اليسار، اسماعيل على اليمين، اسماعيل خطير في المساحات، ولكن بعد ذلك الوانتو لم تكن على ما يرام، لم تكن بالشكل المطلوب. ليما كان لوحده على طول، التمريره لم تكن اسرع من ذلك. ليما للمندفع اسماعيل حمادي اللي كان عنده فرصه في منتهى الخطوره. اسماعيل حمادي في الوقت الحالي اصبح وصل الى مرحله نضج كروي، تطور كبير في ادائه واصبح له اسهامات اكبر في الاهلي وايضا في منتخب الامارات بين النجوم اللي عندهم امكانيات كبيره. شوف تبادل ادوار بينه وبين احمد خليل، كره طويله للامام، التغطيه الدفاعيه، العوده بعد ذلك للفريق الايراني. الاهلي عنده رقم مهم جدا، انه منذ فتره ليست سهله لم يخسر في هذا الملعب على مستوى هذه البطوله دوري الابطال. منذ 30 مارس 2010 الاهلي لم يخرج من هذا الملعب خاسرا في اي مباراه. منذ مارس 2010 اخر خساره كانت ضد الهلال السعودي، هدفين مقابل ثلاثه. تمريره، تحرك ممتاز من جانب احمد خليل، فرصه من جانب ليما، خليل واحدة ريبيرو كانت عند ليما، ليما من بعيد من بعيد. الله يا ولدي ما أجمل قدمك يا روعة تسديدك، بوم من مسافة بعيدة عابرة للقارات.
طبعا تعطي الأفضلية لفريق الأهلي ممثل الإمارات اللي يريدها ليلة للتاريخ. هدف جميل لإمام، هدف رائع لإمام، يجعل أجواء أكثر روعة في المدرجات. هدف مقابل لا شيء، الأمور أصبحت أكثر تعقيدا على الفريق الإيراني، وأعطت الأهلي أفضلية كبيرة في الدقائق القادمة لأنه يملك هدفا مسجلا في انتصارا في طهران 1-0، والآن يتقدم بهدف مقابل لا شيء. الأمور أصبحت في غاية التعقيد على الفريق الإيراني. الأهلي هدف يريح كثيرا أعصاب جماهيره، وبالتأكيد يعطيهم على مستوى اللاعبين كثير من الثقة وقدرتهم على تجاوز مباراة الليلة والوصول إلى نصف النهائي. تسديدة في غاية الروعة من جانب نجم بنفيكا السابق. ليما يسجل هدفا جميلا للأهلي. الكرة بعد ذلك تبعد من جانب الدفاع 1-0. الأمور أصبحت في المتناول بينهم، يعني عندهم القدرة على أن يلعبوا كرة أكثر، أن يلعبوا بالسحر أكثر، بتناغم أعلى. شوف هذه اللقطات اللي ينتظرها الآن بعد أن سجلوا هدف وازداد أو ازدادت الثقة أكبر عند اللاعبين. مرة أخرى ليما يحاول إلى ريبيرو، إيفرتون ريبيرو، محاولة للأهلي، ريبيرو غير اتجاه اللعب بشكل جميل أقصى جهة اليسار. أول تحرك وتقدم من جانب وليد عباس. ماجد حسن لاعب الارتكاز أقصى اليمين لإسماعيل، إسماعيل على جهة اليمين محاولة أهلاوية، حمادي تمريرة خطيرة، ريبيرو مر وكرة لكن الدفاع خلصها. روعة من جانب الحمادي وروعة من جانب ريبيرو. شوف الذكاء في الاستقبال كرة والذكاء بعد ذلك في التمرير، خدعهم بهذه التمريرة. طبعا تموقع تماركوس ريبيرو كان له دور كبير جدا في تمريرة إسماعيل حمادي. إيفرتون يريد أن يكون نجم هذه السهرة الكروية الممتعة للأهلي. باعت الكرة ولكن تحولت إلى ركنية للفرسان. محاولة تبعد من جانب الدفاع، رمية جانبية، فرسان آسيا ممثلي بالتأكيد الكرة العربية في هذه المباراة كممثل العرب، وبالتأكيد ممثلي الإمارات اللي عندهم الكثير من الترشيحات لتجاوز هذا اللقاء والوصول إلى نصف النهائي. حكم المباراة يشير إلى وجود رمية جانبية تنفذ من جانب كيونغون للوراء. ماجد حسن تمريرة باتجاه إسماعيل، تركها لريبيرو، تحرك من جانب إسماعيل، ريبيرو في مكان خطير، ريبيرو حاول، ريبيرو مر، كرة خطيرة ولكنها بعد ذلك سهلة لحارس المرمى علي رضا. تحركات ذكية من جانب ريبيرو، جهد كبير جدا في وسط الملعب ومهارة عالية، تحرك الآن وانطلاقة لكن التغطية أدفل من جانب ماجد. دور كبير جدا طبعا كوزمان لا تعلم في الأمور التكتيكية ولاعبي الارتكاز الأقوياء، ثبات دفاعي على مستوى عالي جدا، دور دفاعي وساتر دفاعي كبير من جانب الفردان وماجد حسن. لاعبي ارتكاز يتركون ويسمحون بعد ذلك للثلاثي ريبيرو حمادي وخليل أن يلعبوا بأسلوبهم في الملعب بطريقتهم المعتادة بمهاراتهم. خلف ليما طبعا، ليما الذي خرج من منطقة الجزاء وسدد كرة من مسافة بعيدة سجل من خلالها هدف للأهلي. حاول مرة أخرى دفاع تدخل. تعالت أصوات الجماهير الإماراتية في ملعب راشد، سعيدة بوضعية فريقها في المباراة بتقدمها بهدف مقابل لا شيء، باقترابها من الوصول إلى نصف نهائي دور الأبطال. نتيجة ممتازة بالنسبة لنادي الأهلي في إيران، لفرسان آسيا في إيران، ثم بعد ذلك تقدم مستحق في مباراة اليوم. حكم مباراة يشير إلى وجود خطأ يحتسبه حكم اللقاء. سيكتفي بناء شفهي بدون إخراج بطاقة على ما يبدو. لي
بوزار عباس. بوزار عباس الواضح في الصورة لاعبي خط الوسط في تشكيلة نفط طهران. كرة طويلة للأمام لكنها تبعد من جانب الدفاع، تعود إلى إسماعيل حمادي يحاول. الحمادي يعود الكرة للوراء. لمسة إلى إسماعيل لكنها طالت عليه من جانب حبيب. رمية جانبية لنفط طهران. طبعا الأهلي قام بتعاقدات مهمة جدا، أرقام كبيرة. طبعا ريبيرو لم يأتي من فراغ، اللاعب الذي جاء مقابل 15 مليون يورو من كروزيرو البرازيلي، لاعب رقم 8 لا يزال موجودا في قائمة المنتخب البرازيلي مثل ما ذكرت. كرة تعود مرة أخرى. هذا الموسم تم التعاقد مع ليما مقابل 7 ملايين يورو من صقوري بنفيكا البرتغالي، فريق كبير في البرتغال، اسم كبير ليما بالتأكيد مع بنفيكا، وكان يقدم أداء كبيرا جدا وقد فاز بلقبين من قبل مع النادي البرتغالي الكبير بنفيكا قبل أن يأتي إلى هنا إلى دبي وإلى الأهلي. محاولة لكن فيها تغطية من الدفاع ويبعد الكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية. كذلك موسى سو لاعب القادم من فنر بخشة، صفقة يقال أنها قدرت بما يقارب 16 مليون يورو. تكلم على أرقام كبيرة وكبيرة جدا، أندية معروفة كبيرة في أوروبا غير قادرة على دفع هذه الأرقام. كل ذلك بالنسبة للنادي الأهلي من أجل أن يحقق كوز من طموحات جماهير الفرسان في كل مكان، طموحات في تحقيق أرقام كبيرة محليا وخارجيا تزيد، لكنها تصدم في الدفاع ثم ركنية أولى لنفط طهران. طبعا الهدف الأول لليبا مع بالقميص الأحمر، الهدف الأول مع الفرسان وكان هدفا غير عاديا. ركنية متاحة الآن، تعليمات من جانب علي رضا منصوريان. فريق الإيراني يحاول استغلال الكرات الثابتة، الألعاب الهوائية من الأشياء اللي يقاتلون عليها بالتأكيد ويمتازون فيها الأندية والمنتخبات الإيرانية. كرة تعود مرة أخرى، محاولة للوراء لمصلحة ريضا فانت. تراجع أهلاوي في هذه الأثناء مقابل محاولات إيرانية. أمير يلعب كرة عرضية لكنها بعيدة على الكل، أمن عليها ديدا تركها إلى ضربة مرمى. مهم جدا دور كبير ليقدم كثير من عناصر فريق كوز من هذا اليوم. لا يعني أنه مهارات ريبيرو وانطلاقات إسماعيل حمادي وتحركات أحمد خليل وأيضا قذائفي ليما تنسين الدور اللي يكون فيه الفردان وماجد حسن. ليما اليوم أول أهداف، وإسماعيل ربما ينتظر ربما أغلى أهدافه في هذه البطولة، لأن الهدف القادم سيعني تقريبا وجود الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال. جامبا وساكا كوانشو هلال السعودي، من سيكون الرابع الممثل الرابع أو الضلع الأخير الرابع في هذه البطولة الجميلة باتجاه ليما. طالت عليه في تناغم غير عادي بين إسماعيل وأحمد خليل، ليما وريبيرو ما شاء الله في تناغم بين هؤلاء الأربعة، هذا الرباعي الهجومي الخطير جدا. كرة تعود مرة أخرى، 10 دقائق على نهاية الشوط الأول. الفريق الإيراني غير قادر على عمل كثير، الأهلي تقريبا هو الذي يتحكم في رتم المباراة، يسيرها على كيفه، يتقدم بهدف، في بعض الأوقات يسرع نفسه ويقوم بأدوار وعمل هجومي على مناطق الفريق الإيراني، في أوقات أخرى يجعل أمور هادئة في خط الوسط. وتمضي الدقائق وهو في وضعية ممتازة في المباراة. نفط طهران يحاول الهجوم مرة أخرى، أخطر لاعبيهم نونغ، لمسة على جهة اليمين، وزار عباس، وزار مر يحاول بحث عن تمريرة بعد ذلك إلى عراش. كرات بين عناصر الفريق الإيراني بدون تركيز، أقرب للدفاع
خلصها خميس سالمين كرة تعود في وسط الملعب تبقى لمصاتي فريق الإيراني تغطية ممتازة من جانب إسماعيل برافو إسماعيل دور كبير جدا في خط الوسط إسماعيل حمادي على مستوى الأدوار الهجومية وأيضا يعود لتأدية أدوار دفاعية كرة باتجاه نونغ في الجهة اليمنى حاليا بدون رقابة وحاول للفريق الإيراني حماري من الكرات الهوائية لكن الدفاع برافو خلص الدفاع وبعد ذلك إلى ركنية كرة تبعد من جانب ماجد حسن إلى ركنية لاعب أو عبد العزيز العزيز هيك اللي خلص الكرة إلى ركنية ركنية للفريق الإيراني على تنفيذها وزار عباس عباس يلعب الكرة للقائم الأول خطيرة تبعد من جانب الدفاع تصل إلى ريبيرو ريبيرو يلعبها لكنها بعيدة عن إسماعيل السلامة إن شاء الله يبدو أن أحمد خليل تعرض لإصابة السلامة إن شاء الله إصابة على مستوى الركبة اليسرى بالنسبة لهداف الفريق في هذه البطولة وهو أحمد خليل ممتازة التغطية من جانب أحمد العودة وتأتي الدور دفاعي رائع جدا في الكرة الماضية بالنسبة لخليل قائد الفرسان وصاحب 5 أهداف في هذه البطولة لن يفكر كوزمن في تغييرات المباراة تسير في الاتجاه الذي يريد كوزمن ولكن هدف ثاني سيجعل الأهلي يلعب كرة بعيدة عن الضغط وعلى ذلك تسمح له هذه النتيجة بأن يلعب بالكيفية التي يريد وبالتأكيد ينثر بعد بعض ابداعاته شوية سحر شوية ابداع وشوية كورة ملعب راشد في دبي جماهير حاضرة بعدد جيد وكان هنالك بعض المقاعد الخالية لا تنتظر أن تبقى خالية هكذا في مباراة من هذا النوع في بطولة من هذا النوع وأمام مهمة في نهاية المطاف تبقى مهمة وطنية لأنه يبقى ممثل الإمارات بالنسبة للنادي الأهلي مطالبة من جانب الجماهير الإماراتية بالحضور والمؤازرة لتشجيع فريقها في مباراة الليلة كرة تعود مرة أخرى الفريق الإيراني يحاول عن طريق الشيري مهدي لمسة على جهة اليسار عودة سريعة لريبيرو انطلاقة إيرانية لكن التغطية بعد ذلك بشكل جميل من جانب عبد العزيز هيكل الفرق اللي يدربها كوزمن تشعر بلمسات كوزمن بصراحة بعمل كوزمن العمل اللي يعتمد دائما على الأداء الجماعي كوزمن وعنده اهتمام كبير جدا في أن يكون لديه دفاع قوي من نوعية المدربين عندهم قدرة على تطوير الفريق ومحاولة خطيرة لمصلحة الفريق الإيراني تسديدة لكنها بعد ذلك بعيدة جدا من جانب وزار كوزمن كان يطالب بخطأ في الكرة الماضية لكن حكم المباراة لم يشير إلى شيء حالة شد كانت موجودة وكان يفترض اكتساب خطأ هذا ما جعل كوزمن أولاريو يحتج على قرار الحكم هدأ رتم من المباراة بعض الشيء هدوء جيد للاعبين لانهم غير مطالبين ببذل مزيد من المجهودات بقدر ما هم مطالبين بابعاد الكرات عن مناطقهم وايضا حرمان الفريق الايراني من الحصول على الكره ومن بناء الهجمات يساعدنا على ذلك انه الفريق الايراني ليس على ما يرام في طريق بناء وفي طريقه لبناء الهجمه بطيء هذا البطء يسمح للاعبين بالعوده الى الوراء انتشارهم الجيد على مستوى الدفاع ثم فرصه ايضا للاهلي انه يحصل على مرتدات ليما ريبيرو اسماعيل واحمد خليل لكن هفوا من الدفاع محاوله على جهه اليمين خطيره وكره عرضيه لكن الدفاع
خلص هيكل تسديدة فوق المرمى ضربة مرمى ضاعت خطيرة كانت للفريق الإيراني التسديدة اللي جاءت من خارج منطقة الجزاء مرور كان ذكي في الجهة اليمنى كانت لمهدي شيري ضربة مرمى لم يختبر ديدا ما عدا كرة واحدة تألق في التصدي لها أمام نونغ ما عدا ذلك فإن كل الكرات الأخرى الفريق الإماراتي كان صاحب الأفضلية وابتكار الفرص جلال حسيني لمسة على جهة اليمين محاولة للفريق الإيراني انطلاقة في الجهة اليمنى عزتي يلعب كرة عرضية لكن الدفاع يتدخل ممتاز التمريرة من جانب نيما إلى ريبيرو مرتدة سريعة تحرك من جانب أحمد خليل ريبيرو إلى خليل في الجهة اليسرى عنده مساحة وعنده انطلاقة ينتظر مساندة أكبر يتحرك له بعد ذلك ليما في مكان خطير ليما يحاول المرور عدى ليما يحافظ على كرته لكنه تأخر كثيرا الكرة لإسماعيل إسماعيل حمادي لاباتشي بايدة من إسماعيل لقب مفضل لديه حب الجماهير الإماراتية تطلق عليه لاباتشي نوعية اللاعبين عندهم سرعة هائلة ومهارات إسماعيل طرب في المدرجات جماهير الفرسان سعيدة بهذه الوضعية المثالية لفريقها واقترابها إلى الدور نصف نهائي من دور الأبطال وهي تردد وهي سعيدة حب يجري في دمنا بالنسبة لجماهير نادي الأهلي سعيدة بوضعية فريقها في مباراة اليوم وعشقها للفرسان كرة تعود مرة أخرى الفريق اللي عنده أفضلية على حساب خصمه في الوصول إلى نصف نهائي دور الأبطال خاطئة من جانب الدفاع أحمد خليل يحاول أحمد خليل مر لكنها بعد ذلك صافرة وحكم المباراة أشار إلى وجود خطأ ما شاء الله عليه قاطرة بشري تكوين بدني ممتاز سرعة ومهارة نوعية اللاعبين اللي في أي لحظة ممكن أن يشكل خطورة على دفاع ينفجر لك فجأة حتى لو نام المباراة بأكملها بالنسبة لأحمد خليل كرة تعود مرة أخرى وسط الملعب لعباس وزار دفاع بعد ذلك تمريرة في الجهة اليسرى الفريق الإيراني يحاول دفاع خلصها حبيب الفردان ريبيرو في لعيبة كرة وفي لعيبة مجهود في لعبة دفاع ومجهودات في الدفاع وفي لعبة كرة اللي تلعب لك بالسحر بالمهارة يعني تقدم لك اللمسة المتعة للمشجعين وفي لعبة اللي يقدم لك المجهود من أجل إبعاد الخطر عن مرمى فريقه أدوار دفاعية ممتازة تكلم عن حبيب وعن ماجد في وسط الملعب واللعبة الكرة اللي في كرة قدم مثل ريبيرو قدم اللمسات المتعب وتحركات كذلك إسماعيل الحمادي آخر دقيقة على نهاية شوط المباراة الأول نتيجة منطقية هدف مقابل لا شيء تسديدة ليما تجعل الأهلي على أعتاب نصف النهائي ليما يحافظ على كرته لمسة الوراء في الانتظار مواجهة خليجية كبيرة جدا بين الزعيم والفرسان بين الهلال وأهلي دبي كرة تعود مرة أخرى دقيقتين مضافة لمسة تصل إلى هيكل إصابة بالسلامة إن شاء الله لماجد حسن سلامة إن شاء الله ماجد بجانب حبيب الفردان دور كبير جدا في خط الوسط شوف الجهد الكبير اللي يقدمه ماجد حسن تنظيف المنطقة أولا بأول لا يسمح لكرة تصل في أعتاب وعلى حدود منطقة جزاء النادي الأهلي يبقى كوزمن يطلب منه ومن حبيب الفردان اللعب بهذه المنطقة تنظيف المنطقة أولا بأول قبل أن تصل كرة لدفاعي أو لمنطقة جزاء الأهلي
لم يكن لاعبا كبيرا في تاريخ كوزمي. قررت بأسماء رومانية كانت متألقة لسنوات طويلة على مستوى الكرة الرومانية وعلى مستوى حتى المنتخب الروماني وحتى الوصول إلى كأس العالم والتألق بعد ذلك لجورجي حاجي، بوبيسكو، لوبيسكو، كثير من الأسماء الأخرى الرائعة جدا. ثم بعد ذلك جاءت فترة أخرى مع أدريان موتو، أسماء كثيرة في تاريخ رومانيا قدمت، ولكن جورجي حاجي بالنسبة لي كان لاعبا، وبالنسبة لكثيرين كان لاعبا فوق كل هؤلاء. النجم الذي كان يقدم عطاءات كبيرة جدا في الليغا وبعد ذلك في غلطة سراي ويفوز بألقاب حتى أوروبية كبيرة، ثم التألق في كأس العالم. فترة رائعة جدا مع الجنرال يوردانيسكو. يوردانيسكو المدرب الروماني الكبير هو الآخر الذي جاء إلى منطقة الخليج وفاز بالكثير من الأرقام من الألقاب حتى على مستوى الآسيوي. كرة تصل للأمام، محاولة طبعا كوزمن هو امتداد لكل هذه الأسماء الرومانية على مستوى التدريب اللي تعاملت في المنطقة وتألقت وفازت بألقاب كبيرة. صافرة حكم المباراة كيم يونغ هيوك تني أحداث الشوط الأول. أبرز الأحداث تسديدة الصاروخية الرائعة من جانب ليما، الهدف الوحيد للنادي الأهلي يجعله على أعتاب نصف النهائي. لم تنتهي المباراة، سنلتقي مع حضراتكم مع انطلاقة. تكلم كابتن عبد الله قال أن ممكن يبادر الفريق الإيراني بالهجوم، واعتقد في وجود ليما وفي وجود يعني سرعة أحمد خليل وتحركاته الفريق راح يحصل يعني مساحات في يعني في المقدمة. كل توفيق للأهلي في شوطه الثاني إلى أرض الملعب هناك بأستاد راشد بنادي الأهلي بدبي، والتوفيق للأهلي في الشوط الثاني ومع زميلنا فهد العتيبي. فهد تفضل الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم معنا في شوط المباراة الثاني من مواجهة الأهلي الإماراتي نفط طهران الإيراني في إياب الدور ربع نهائي من دوري أبطال آسيا في هذه النسخة التي يجد الأهلي فيها الكثير من النجاح والتوفيق، وحتى الآن يصل إلى مناطق متقدمة أو إلى مراحل متقدمة من البطولة وعلى أعتاب الوصول إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز في مباراة الذهاب في ربع النهائي أمام نفط طهران في قلب إيران 1-0. ها هو يتقدم هنا في دبي بهدف مقابل لا شيء، وأصبح قريبا من الوصول نحو الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا. بداية الشوط المباراة الثاني بدون تغييرات، نفس الأسماء التي بدأت المباراة. الأهلي الذي يلعب مباراة الليلة مدعوما بعاملي الأرض والكثير من الجماهير التي جاءت لمساندته في هذه الأمسية الكروية. محاولة من جانب إسماعيل حمادي، التمرير لأحمد خالد، ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء، الله على الأباتشي. جميل يا إسماعيل، الله على إسماعيل حمادي، تمريره من ذهب عيني على إلى أحمد خليل الذي يتجاوز حارس المرمى وخلصوها يا كوزمان. 46 دقيقة تكفي الأهلي ليعلن تقريبا شبه رسمي وصوله في نصف النهائي. لمسة ساحرة من إسماعيل وعد أحمد خليل، أحمد خليل مرة من حارس المرمى الذي أعاق، والحكم مباشرة أشار إلى وجود ركلة جزاء. ريبيرو، أحمد خليل، إسماعيل، ليما، واحد من الأربعة ربما سيكون هو القادم لتسديد ركلة الجزاء ليمنح الأهلي هدفا ثانيا. أحمد خليل اللي تسبب في ركلة الجزاء واللي في رصيده 5 أهداف في هذه المسابقة وهداف فرسان آسيا في هذه البطولة من نسختها الحالية. أحمد خليل، جماهير واقفة تنتظر، والثاني في الطريق. خليل يلعب كرة، روعة يا سمراني، وليست هي ركلة جزاء، أرادها بسحرة، أرادها بمهارته، أرادها بفنه الرفيع. جميلة يا خليل، أحمد خليل ركلة جزاء تدرس. شوف اللقطة، شوف اللقطة بالفعل، الإعاقة موجودة وركلة الجزاء بطريقة في منتهى الروعة
على طريقة النجوم الكبار أحمد خليل واحد منهم، يضع الأهلي في أعتاب نصف النهائي. يقتربون، يسجلون، يمتعون في أدائهم، يطربون، والليلة ليلتهم والانتصار وفرحتهم. الله عليهم الفرسان، فرسان آسيا، سعداء في ليلة غير عادية في دبي. هدفين الأهلي لا شيء. نفط طهران جماهير الأهلي سعيدة بهذا الهدف الثاني وتأكيد انتصار فريقها، تجديد الانتصار مرة أخرى للفرسان على حساب نفط طهران. نفط طهران الذي يعاني كثيرا عندما يقابل الأهلي، مثل ما حدث في مباراة الذهاب بين الفريقين، هنا أيضا في مباراة العودة معاناة، كل المعاناة للفريق الإيراني اللي عنده ضد الأندية الإماراتية ثلاث مباريات لم يحقق فيها أي حالة فوز، خسر مرتين، هذه الثالثة بحول الله، وعندهم تعادل واحد. لمسة بينية، تمريرة، محاولة، دفاع، خلصها الكرة بعد ذلك بعيدة وإلى رمية جانبية. أداء كبير جدا، لكن أيضا قبل كل شيء وقبل هدف أحمد خليل وركلته الجزائية الممتعة، قبل هذا كله يعني لا تنسى العام اللي قام فيه إسماعيل الأباتشي، مر الكرة رائعة جدا من ذهب إسماعيل لأحمد خليل، كرة عرضية، أوه هدايا في يوم تمنع فيه الهدايا، ما علي كرة فيها هدف أول. وليد عباس قدم كرة خاطئة بصراحة وساهمت في هدفا إيرانيا، هدفا إيرانيا بعد هفوة قاتلة من الدفاع، لم تبعد الكرة بالطريقة التي كان يريد وليد. استغل الموقف الفريق الإيراني وسجل هدفه الأول عن طريق فهيد أميري، سجلوا من نصف فرصة لأنه بصراحة كرة عادية جدا. علي رضا منصوريان يعرف أنه حتى هذا الهدف لا يكفي، ويعرف أنه حتى وإن سجل ثانيا فإنه أيضا لا يكفي، يطلب من لاعبي أن يلعبوا في الدقائق القادمة بكل ما لديهم قوة. بالسلامة إن شاء الله، سلامات إن شاء الله لأحمد تيدا، يتعرض لإصابة بعد احتكاك في اللقطة الماضية. سلام إن شاء الله لأحمد. وكوزمن لا يريد إجراء تغيير إجباري اضطراري بعد إصابتي أو عند إصابتي أحمد ديدا. طبعا ماجد ناصر يقوم بعملية الإحماء، الرأس اللي عندهم الخبرة كبيرة. الجهاز الفني للفريق الإيراني عنده الكثير من المعاناة، فريقهم اليوم يعاني كثيرا بسبب الهجوم الضارب عند الفرسان. يريدون الوصول إلى المجد، ولا يوجد ما هو أفضل من مجد آسيا، ولا يوجد ما هو أكبر طبعا على مستوى القارة من الوصول والفوز بهذه البطولة الكبيرة واللعب في بطولة كأس العالم للأندية، ويا له من إنجاز كبير وإنجاز على مستوى عالي جدا. بالتأكيد نادي الأهلي يقوم بتعاقدات مدوية بأسماء كبيرة، من أجل ماذا؟ من أجل أن ينافس على كل البطولات. منافسة ستكون شرسة قوية هذا الموسم على مستوى الدوري الإماراتي، مع الكثير من الأندية عندها أيضا ترشيحات لفوز باللقب. محاولة لمصلحة الأهلي، فرصة وانطلاقة من ماجد حسن، ولكن لكن الدفاع تدخل، وبعد ذلك الكرة من علي رضا، اللصب بيرافاند، حبيب الفردان، ماجد حسن، لمسة للأمام خاطئة من الدفاع، محاولة من جانب ريبيرو، لمسة إلى ليما، ليما يحاول لكن الدفاع طالت على ليما. صاحب الهدف الأول في المباراة، أول أهدافه مع الأهلي. كوزمين يعطي التعليمات للاعبيه، الأهلي عنده تسع مباريات ضد أندية إيران، عنده أربع انتصارات، تعادلين،
وثلاث هزائم بالنسبة للفرسان في مواجهاتهم ضد الأندية الإيرانية، لكن ضد نفط طهران هذه المباراة الثانية فقط. أول مباراة كانت مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت لمصلحة الفرسان بنتيجة هدف مقابل لا شيء في طهران. تدخل كان من جانب كيونغون كوري الجنوبي، ريبيرو البرازيلي، ليما البرازيلي، ثم موسى سو غير قادر على لعب مباراة اليوم بالتأكيد، وأيضا سعيد الموجود في قائمة البدلاء. حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ. أسامة سعيد النجم المغربي الموجود على قائمة البدلاء من الخيارات المتاحة عند كوزمن أولاريو. الأحمر ليلى يقدم أداء كبير، الأحمر يطرب جماهيره تزف إلى الوصول نحو نصف نهائي دور الأبطال. عمل كبير جدا تقوم به جماهير الأهلي، وفرصة أيضا للتعبير عن أنها تقوم بكل شيء من أجل الوطن، وتقوم بتضحيات وأن تضحي بكل ما تملك من أجل الوطن بالتأكيد، كما كنا نتابع في اللافتة الماضية من جانب جماهير الفرسان اللي تحضر تؤازر وتضرب الكثير من الأمثلة في الوفاء. الكرة إلى خطأ لمصلحة الفريق الإيراني. عزوا بل تضحية ما قدمت من أجل الوطن. طبعا هذه اللافتات الوطنية التي غير مستغربة على أبناء الإمارات. كرة طويلة محاولة لمصلحة الفريق الإيراني، تغطية وتدخل لكن الدفاع بعد ذلك يبعدها. المحاولة تبقى إيرانية في حدود منطقة الجزاء تزيد، لكنها بعد ذلك تصطدم في الدفاع. الفريق الإيراني أعتقد أنه سيترك الكثير من المساحات، الدفاع بهذه الطريقة بهذه الصورة بهذه الوضعية سيترك خلفه كثير من المساحات، وسيسمح للهجوم الأهلاوي بابتكار المرتدات تشكيل خطورة. حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ على لويس نونغ. تدخل ممتاز من جانب كون كيونغ وون. تدخل وحكم المباراة أشار إلى وجود خطأ على نونغ الواضح في الصورة. الكوري الجنوبي كيونغ وون يقوم بعمل رائع في دفاع فرسان آسيا. طويل الكرة للأمام. جماهير النادي الأهلي بالفعل تضرب الكثير من الأمثلة في الوفاء لوطنها ولناديها، وتقوم بالكثير من الصور الجميلة بصراحة المعبرة اللي تستحق عليها كثير من الشكر بالتأكيد بالنسبة لجماهير الفريق الإماراتي الكبير. كرة فيها خطأ يحتسب حكم المباراة لإسماعيل. إسماعيل حمادي كرة تعود للوراء، لمسة تصل بعد ذلك لوليد عباس. خاطئة من جانب الدفاع ريبيرو، حذاري ريبيرو من الإصابات. تدخلات من هذه النوعية ممكن تشكل خطورة على إيفرتو ريبيرو. دفاع يبعد الكرة إلى رمية جانبية. رمية جانبية لنفط طهران. عمل رائع جدا في المدرجات، مؤازرة وحضور وأهات الكثير من المشجعين حاضرين في مباراة الليلة من أجل الاحتفال مع الأهلي بالوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال. كرة تعود للوراء عن طريق حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرافانت. مهدي حاول لكن فيها تغطية إلى أمير، يكسب رمية جانبية. بدأ ينشط الفريق الإيراني على مستوى الهجوم.
جانبية نفط طهران يحاول مرة أخرى. فهيد أميري، أميري يحاول مرور أمام إسماعيل، تغطية ممتازة من جانب إسماعيل. حكم المباراة يشير إلى وجود خطر مصاعتي المتألق في مباراة الليلة. ماجد حسن، سلام إن شاء الله. ماجد حسن يتعرض لإصابة، سجل الأهلي في مرمى الأندية الإماراتية وفي الأندية الإيرانية، سجل 12 هدف اليوم، يسجل هدفين يصل إلى 14 هدف في مرمى الأندية الإيرانية من أصل 10 مباريات. عزتي يترك مكانه، تغيير قادم في تشكيلة الفريق الإيراني. بروتشي اللاعب القادم في قائمة علي رضا منصوريان. دفاع يتدخل، تصل الكرة لإسماعيل حبيب الفردان لكنها بالخطأ، يساعدها بعد ذلك فريق الإيراني. يحاول هجوم على جهة اليسار، انطلاقة لبوزان عباس، تاس التغطية بعد ذلك من عبد العزيز، خلص هيك إلى رمية جانبية إيرانية. في الجهة اليمنى يحاول مرور أمام وليد عباس، كرة عرضية لكن دفاع يتدخل، تبعد محاولة من جانب أحمد خليل. خليل بذكاء يحصل على الكرة، طلب الكرة من جانبي لما يحافظ على كرة أحمد خليل، يلعبها لكنها بعيدة عن ليما، وبعد ذلك إلى حارس المرمى علي رضا. سيني يحاول في وسط الملعب إلى عراش، فهيد أميري، تمريرة في الجهة اليمنى إلى مهدي شيري لكن أمام تغطية، ساعة من اللعب. الرمية الجانبية لأميري، رمية جانبية للقائم الأول لكنها بعد ذلك تبعد من جانب الدفاع، ممتازة من جانب خميس سالمي، تعود ريبيرو بمهارة، ريبيرو عدب، ريبيرو انطلاقة في الجهة اليمنى، فيها بطاقة حكم المباراة، نعم بطاقة لسانتوس برازيلي آخر في مباراة اليوم مع الفريق الإيراني. يعيق ريبيرو كارلوس، نعم كان يستحق الإنذار، صعب أن تترك ريبيرو لوحده. شوف اللقطة مرة أخرى، فك الكرة بمهارة بالكعب، بعد ذلك حاول انطلاقه ولكنه يتم إعاقته. يحصل على خطأ ريبيرو، ريبيرو ساحر السامبا، ممتاز الكرة باتجاه إسماعيل، لاباتشي عدى بين مجموعة من اللاعبين، تعود الكرة إلى إيفيرتو مرة أخرى. إسماعيل في الجهة اليمنى محاولة إماراتية لكن أمام أكثر من لاعب يحافظ على كرته، الكرة تبقى لمصلحة الأهلي، عرضية باتجاه أحمد خليل بعيدة عن خليل وسهلة نحو حارس المرمى. تغطية وتدخل يرمي بكل أوراقه على رضا منصوريان مدرب الفريق الإيراني. قادم في تشكيلة الفريق الإيراني، عراش يترك مكانه في هذه الأثناء لبايام صادقيان، هو اللاعب القادم في تشكيلة فريق نفط طهران. راسية من جانب حبيب الفردان، حكم المباراة تشير إلى وجود خطر، ركل الكرة عند ريبيرو يمر ويحصل على خطر، يعدي ويكسب خطر ريبيرو الممتع في وسط الملعب، ثم بعد ذلك خطأ ل
للأهلاوية اللي جماهيرهم مبسوطين اليوم. كوزمن ينتظر مضي الدقائق من أجل تجاوز مباراة الليلة الوصول إلى نصف النهائي على مستوى دوري الأبطال، ثم مواصلة مشواره في البطولة المحلية. الأهلي يحاول مرة أخرى، كرة ثابتة، ركابة من جانب سانتوس على ليما، فردان ريبيرو في انتظار كرة عرضية في منطقة جزاء نفط طهران. أحمد خليل تسديده جميلة من أحمد خليل، فاجأ الكل بهذه التسديدة القوية. قلت عنده قدم قوية أحمد خليل، عنده قدم قوية ما شاء الله عليه، قاطرة بشرية، يملك قدم قوية وتكوين بدني ممتاز ومهارة ولاعب ذكي في تحركاته. إسماعيل حمادي يحاول يكسب كرة، عدى من الأول، ينتظر مساندة، لمسة جهة اليسرى، انطلاق عباس، عدى ولكن الدفاع خلاص أمام وليد. الدفاع الإيراني يتدخل، غير مطالبين بالهجوم لاعبي الأهلي أو ترك مساحاتهم، والدفاع بأكبر عدد من اللاعبين لأن النتيجة مطمئنة. ممتازة من جانب ريبيرو، هذه فيها انذار، هذه فيها بطاقة. شوف ريبيرو ماذا يفعل، ريبيرو يقدم أداء ممتعا، يقدم أداء رائعا جدا في خط الوسط بمهاراته. تعب الفريق الإيراني اليوم، تحركاته، مهاراته، انطلاقاته، تمريراته، سحرة في وسط الملعب. إيفرتون يعمل كل شيء، وخليل سدد كرة رائعة، لكن أيضا حارس المرمى علي رضا كان في المكان المناسب، ردت فعله بقبضة يده، عدى من هنا، مرها هنا، أعيق في هذا المكان. المهارة، التحركات الذكية، السحر الخاص عند ريبيرو. كرة ثابتة، حبيب أمام مع إيفرتون، ريبيرو أمام الكرة، جماهير الأهلي تنتظر. هدف ثالث، خلصون فيها تماما على أمال الفريق الإيراني. فردان يلعب الكرة العرضية، محاولة خطيرة لكن حارس المرمى خلصها علي رضا. يستعد بعد ذلك إسماعيل، إسماعيل يحاول بين اللاعبين يحافظ على كرته، عادت إلى ليما، ليما يلعب كرة لكون كيونغون بالخطأ، شيء كنت أتحدث عنه، غير مطالبين بالهجوم لكي لا يحسن مثل هذه الكرات. الله على التغطية ممتازة من جانب عبد العزيز، هيكل ريبيرو مر، هذه اللقطة حكم مباراة لا يشير إلى شيء، غريب من جانب حكم مباراة كيف أنه أمامه، حتى كانت واضحة فيها التدخل، ولكن أيضا حكم لم يحتسب خطأ. أعطينا اللقطة مرة أخرى، أعطينا اللقطة مرة أخرى، التدخل كان موجود أمام ريبيرو. كبير جدا في المدرجات الهوية، تساند تؤازر فريقها في مباراة الليلة، بينما نفط طهران يحاول الهجوم على جهة اليسار، محاولة حذر من العرضيات خطيرة للفريق الإيراني، والدفاع تدخل ممتازا، كيونغون خلصها. ثالث لإنهاء المهمة تماما، الكرة تصل من جانب إسماعيل طويلة للأمام، ريبيرو في الانتظار، خلصها الدفاع، ليما يصل، ليما يحاول، ليما يبحث عن حل، لمسة على جهة اليمين تصل إلى عبد العزيز، ريبيرو، إسماعيل حمادي، إسماعيل في مكان خطير، الكرة تصل إلى أحمد خليل، أحمد بر، أحمد يلعب كرة وفرصة إلى ليما، ليما صدمت في الدفاع، تسديدة ليما صدمت في مدافع الفريق الإيراني. تحركات هجومية ممتازة من جانب عناصر الأهلي، ولكن تحتاج إلى تركيز أكثر في الثلث الأخير. قبل خطأ من جانب حارس المرمى ليما، لكن هكرة بعد ذلك إلى سانتوس، كارلوس سانتوس يبعدها عن مناطق فريقه، تعود بعد ذلك لي وجود خطأ ضد عبد العزيز، هيكل
هدرت المباراة بعض الشيء، أمر طبيعي. الأهلي متقدم، الأهلي يملك الأفضلية في هذه المباراة وهو قريب جدا من الوصول إلى نصف النهائي. الفريق الإيراني غير قادر على الوصول إلى مناطق الأهلي، غير قادر على إيجاد حلول أمام دفاع منظم، أمام خط وسط يقوم بأدوار دفاعية ممتازة، وأيضا لا يريد ترك مساحات أمام مهاجمين عندهم الكثير من الإمكانيات. ماجد حسن، محاولة مرور، ماجد عدى إلى جهة اليمين، ليما عدى، ليما مر، ريبيرو، الكعب جميلة من ليما، الآن تفرغ ويلعب الكرة. ماجد حسن، ريبيرو، ماجد، كعوب ولمسات والتمريرات، كرة بعض الملكة بعيدة عن عبد العزيز وإلى رمية جانبية. عمل كبير جدا يكون فيه ليما في هجومية الفرسان. كرة تصل في وسط الملعب للفريق الإيراني. لمسة بلي فاهد أميري، خاطئة أحمد خليل. كرة تصل بعد ذلك إلى نبيرو، تحرك سريع من جهة إسماعيل، انطلاقة للأباتشي وعنده مساحة ما مرت على الكعبة. الكرة خانت إسماعيل. ضاعت الكرة الماضية، كانت خطيرة لمصاعة الأهلي ولكنها لم تمر من جانب إسماعيل حمادي. اللعب يتواصل والكرة بعد ذلك لمصاعة حبيب الفردان أو ماجد حسن. ليما، تحرك عبد العزيز، هيكل في الجهة اليمنى، يصل الكرة وعنده مساحة، ينتظر مساندة أكبر. وينهم المهاجمين؟ خليل في الانتظار، عبد العزيز، هيكل يلعب كرة عرضية لكنها مرت أمام الجميع. إسماعيل، شكرا على هذا الجهد يا صديقي، حتى وإن لم تصل الكرة إسماعيل. يا باتشي، سرعة ما شاء الله عليه. إسماعيل حمادي قطع مسافة كبيرة من أجل الحصول على الكرة لأنه عنده مساحة كبيرة، ولكن بعد ذلك طالت عليه، لا يهم كثيرا لأنه المباراة متبقى على نهايتها 20 دقيقة، والأهلي في وضعية ممتازة في المباراة. الجماهير الأهلوية متفاعلة، سعيدة بوضعية فريقها في هذه المباراة. كرة تسديدة لكنها بعيدة جدا، وإلى ضربة مرمى لأحمد ديدا، ديدا جاءت بعيدة جدا. روشي اللاعب البديل، أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة. جابا أوساكا، جوانجو، هلال، الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال. حتى الآن نقول هذا الأمر بالنسبة للأهلي الذي يملك الأفضلية، وحتى التعادل يكفي في مباراة الليلة. شوف اللقطة، تغطية وتدخل في هذه الكرة، وبعد ذلك حكم المباراة أشار إلى وجود خطأ لنفط طهران. الكرة العرضية في مكان خطير لكنها بعد ذلك سهلة لديدا، يعطي الأمان ديدا لمدافعي، لجماهير، لفريق بهذا الثبات في الأداء. كرة طويلة للأمام اتجاه إسماعيل، ولكن أمام تغطية، حكم المباراة لا يشير إلى شيء. فرسان الأهلي لا زالوا صامدين، لا زالوا متألقين، ولا زالوا يقدمون أداء لافتا في مباراة الليلة أمام الفريق الإيراني الذي يعاني الكثير. إسماعيل يتعرض لإصابة، بالسلامة إسماعيل حمادي، إصابة في الكرة الماضية، ثم ربما منصوريان لم يعد لديه الكثير من الخيارات.
احتكاك كان مع مهدي شريب. بالسلامة لكلا اللاعبين. التحام تصادم في اللقطة الماضية بين اللاعبين، ثم بعد ذلك في انتظار استئناف اللعب. اللاعب يتوقف، إصابة لمهدي شريب. مهدي شريب يتعرض لإصابة في هذه الأثناء. لكن موضوع آخر، يعني شيء مهم جدا، العمل تقوم فيه مدرجات الأهلي. الأهلاوية اليوم سعداء بهذه الوضعية، ليست هذه الصورة التي أقصد طبعا، لكن في تفاعل جميل في المدرجات. الكرة التي تصادم فيها إسماعيل مع مهدي شريب، ثم بعد ذلك إصابة لكلا اللاعبين. كوزمان ينتظر تقدم الدقائق، إنهاء المهمة الآسيوية، الوصول إلى نصف النهائي، تفكير بعد ذلك في المباريات القادمة بالنسبة للأهلي، المباريات القادمة للفرسان قبل مواجهة كبيرة منتظرة ضد الفريق الكبير الهلال بعد ذلك في الدور نصف النهائي من هذه المسابقة. الأهلي في مباراة الأولى على مستوى الدوري تمكن من الفوز على الفجيرة بنتيجة كبيرة، 8 أهداف مقابل هدف واحد. بداية موسم مشجعة من الفرسان محليا وآسيويا. فريق الشركة أنه قادر على تحقيق الكثير من الأرقام هذا الموسم، الفوز بالألقاب. كرة تصل على جهة اليمين، محاولة لفريق الإيراني عن طريق عباس بوزار، تمريرة الرد خاطئة، دفاع تدخل أقرب بعد ذلك إلى كيونغون سالمين، حميس، خليل بدون تركيز، ثم بعد ذلك تغيير قادم في تشكيلة الفريق الإيراني. مؤمن اللاعب القادم في تشكيلة نفط طهران، خاطئة الخطيرة، الكرة لمصلحة نفط طهران، عرضية، تغطية، برافو، تغطية ممتازة من كيونغون مدافع الكوري، خطير الفريق الإيراني. طبعا نعطيهم فرصة، قد يشكلوا خطورة وقد يسجلون، لأنهم إذا سجلوا هدفا ثانيا في المباراة ستكون في وضعيتها خطيرة على الأهلي. الفريق الإيراني يحتاج تسجيل هدفين ليتأهل، على ذلك فإنه لابد من الحذر في الدقائق القادمة. الشيء بين السطور، لابد من الحكم انتبه لها جيدا. الآن ركنية متاحة للفريق الإيراني، محاولة من جانب عباس راسية ولكنها بعد ذلك بعيدة، محاولة كانت لمصلحة الفريق الإيراني. خطيرين الإيرانيين في كرات ثابتة. محاولة خطيرة بالفعل من جانب فريق نفط طهران. لاعب كروشي اللي دخل كبديل، وزار يترك مكانه في هذه الأثناء، ثم مؤمن اللاعب القادم يرمي بآخر أوراقه على رضا منصوريان. يرمي بآخر أوراقه من أجل اللحاق بنتيجة المباراة. الإبعاد ممتاز من جانب الدفاع، خلصها كون كيونغ وون، ضغط عالي من جانب ليما، لكنها بعد ذلك أقرب لكارلوس سانتوس. خطأ على ريبيرو، طاق على ريبيرو. يا طائرة هليكوبتر على البطولة والدين، جماهير النادي الأهلي، تفاعل غير عادي في مباراة اليوم. ما راح توديك طائرة هليكوبتر، نجومكم اللي يودونك على البطولة بالتأكيد. هذا كم من النجوم، الفريق الذي يسعى ليتوج بطلا هذا الموسم، سواء في هذه البطولة أو في البطولات المحلية. جماهير حاضرة. تغيير قادم في تشكيلة كوزمان، خليل
سيترك مكانه. أحمد خليل سيترك مكانه. سجل هدفا سادسا له في البطولة. بيد عبد الله هو اللاعب القادم في تشكيلة الأهلي. كرة طويلة على جهة اليمين، محاولة للفريق الإيراني البحث عن الكرات العرضية، عن الكرات الثابتة. الإيرانيين بدأوا يضغطون أكثر، يحاولون زيادة حجم الضغط على المرمى الأهلاوي، ولكن تواجد دفاعي مثالي بين عناصر الأهلي. كرة تصل باتجاه ريبيرو. ليما بالكعب، تغطية، تدخل. شوف الفريق الإيراني يفرض أسلوبه الآن، يسيطر على اللعب، يتقدم بأكبر عدد من اللاعبين. تمريرة بينية، لمسة على جهة اليمين في مكان خطير لمصلحة لف طهران، وبعد ذلك عرضية خطيرة بالرأس. خطيرة جدا لمصلحة الفريق الإيراني. نفس اللاعب يعني دخل كبديل، كروش يلعب كرة لكنها جاءت فوق المرمى بعيدة جدا. حذاري من بعض المحاولات اللي بدأنا نشاهدها على مرمى الأهلي. كرات العرضية الموجودة، وليد عباس يترك مكانه لعبد العزيز صنقور. كوازمين يجري تغيير آخر، بالعزيز صنقور يدخل على حساب وليد عباس. كرة بعيدة إلى رمية جانبية للأهلي. ريبيرو يلعب كرة طويلة لكنها بعيدة عن عبد العزيز أو عن إسماعيل حمادي. 10 دقائق متبقية على نهاية المباراة. في بعض الأوقات أسكت وأترككم تستمتعون بالأجواء الجماهيرية الموجودة في ملعب راشد هذا اليوم. الدعم الكبير من رابطة مشجعي الأهلي، من رابطة مشجعي الفرسان في ليلة آسيوية كبيرة، وهم يحيون لاعبوهم ويدعمونهم للاعبيهم ويدعمونهم في مباراة اليوم بصورة لافتة وبعمل كبير جدا. الفريق الإيراني يحاول هجوم، الدفاع يتدخل، بعد ذلك محاولة إيرانية في مكان خطير، تسديدة، وبعدها بعد ذلك بعيدة إلى ضربة مرمى. عند بعض القلق كوزمين، والفريق الإيراني بدأ يتواجد في مناطق الأهلي ويشكل بعض الخطورة. أمام الكاميري فهيد أميري. حكم المباراة سيضطر لإيقاف اللعب. مهزوز بعض الشيء حق المباراة، المباراة تحتاج إلى صرامة أكثر بصراحة، إلى صرامة أكثر. اللاعب البرازيلي كان يطالب بأنه حارس المرمى يرفض ضربة المرمى بشكل أسرع بالنسبة لأحمد دينا. ثم بعد ذلك بعض الكلمات تحدث في كل المباريات، في كثير من المباريات بعض الكلمات هنا وهناك، مناوشات. أمامك في الصورة كارلوس سانتوس اللي يستدعي حكم المباراة، يستدعي لأنه تجاوز حدوده بعض الشيء. لونك أيضا هو، شوف اللقطة مرة أخرى. أحمد ديدا ذهب لإحضار الكرة، هذا ما جعل الكل يتحدث. لونك وديدا، طبعا ديدا احتكاك كان في الكرة الماضية. حكم المباراة يوقف اللاعب، يستدعي لونج ويتحدث معه ومع الحارس ديدا. بعد محاضرة طويلة عريضة انتهى كل شيء، سيستأنف اللاعب. يلا
كوزمين يعطي مزيد من التعليمات للاعبين ليطالبهم بمزيد من الضغط، ولعب الكرات الطويلة خلف المدافعين اللي سيكونوا مدافعين في الدقائق القادمة من جانب لاعبي فريق نفط طهران، وعلى ذلك سيحصلون على مساحات. كرة للأمام، إسماعيل أمامه تغطية وتدخل، محاولة إيرانية في الجهة اليمنى، فريق الإيراني مرة أخرى، انطلاقة لمهدي، الكرة تصل في جهة اليسرى خطيرة لمصلحة أميري، أميري محاصر من أكثر من لاعب يحافظ على كرة أميري، يبحث عن عرضية تغطية دفاعية، واه هفوة من الدفاع، بعد ذلك الكرة تبعد من جانب الفريق الإيراني، خلص الفريق الإيراني، وبعد ذلك ليما خطأ لمصلحة نفط طهران، خطأ لمصلحة نفط طهران، أخطاء دفاعية تسمح للكون بين قوسين ضعها ساذجة، لا يمكن أن تتعامل مع الكرة بهذه الطريقة يا أخي، بعد الكرة أول بأول لكي ترتاح، شوف اللقطة اللي كانوا يطالبون بماذا لاعب الفريق الإيراني، لا يوجد شيء واضح بصراحة في الكرة الماضية، كانوا يطالبون بركلة جزاء، لم نشاهد أي شيء في الكرة الماضية، ننتظر الدقائق المتبقية على نهاية المباراة، تراجع الأهلي في مناطق، اندفاع إيراني واضح، محاولة من كرة ثابتة عرضية، ولكن الرأسية بعد ذلك تمر بسلام، تابعة من جانب جديدة، رأسية سانتوس إلى ضربة مرمى، شوف اللقطة مرة أخرى بالفعل، مرت بمتابعة ممتازة من جانب أحمد ديدا، دقيقة تلو الأخرى تمر، الأهلي في الطريق إلى نصف النهائي، لكن الكرة لمسها ديدا قبل أن تخرج، خمس دقائق متبقية، ركنية إيرانية عرضية لكنها تبعد، برافو خلصها سنغور، عادت مرة أخرى البحث المرتدة، الكرة باتجاه ريميرو، لكن عودة سريعة من سانتوس، خلصها المدافع البرازيلي، الفريق الإيراني يدفع مرة أخرى، فايت أميري للوراء، حسين الآن يحاول المدافع المتقدم إلى الأمام، البحث عن حلول، الفريق الإماراتي مطالب بالتركيز أكثر في الخلف، ولكن أيضا هنا فرصة لعمل مرتدة سريعة، الكرة الطويلة اللي كان يتكلم عنها كوزمن، ليما مع ريميرو، الثالث ريميرو، 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 ريميرو كانت لمسة همسة شيء بسيط وتكون في المرمى يا ريميرو، الله على مهارتك، ولكن العبرة في الكرة في الخواتيم، ريميرو التألق الكبير يحسب لسانتوس، عودة كارلوس سانتوس بهذه الطريقة أمر غير عادي بصراحة، كما لو كان سجل هدف، يقاتل بروح عالية للدفاع عن مرمى فريقه، تغطية كانت ممتازة من جانب المدافع البرازيلي ريميرو، كان بالإمكان أفضل مما كان، الخمس دقائق الأخيرة على نهاية المباراة، الأهلي يريد إنهاء المباراة بفرصة أخيرة أو بهدف حاسم، أنصح التعبير مرة أخرى، محاولة تصل ليكون كيونغون المدافع الكوري الجنوبي، يحاول مرور، يحافظ على كرتها، تغطية وتدخل، ثم بعد ذلك رمية جانبية أهلاوية، رمية جانبية أهلاوية، مومري كان متقدم، فرصة كانت في منتهى الروعة حقيقة، كان بالإمكان التعامل مع الكرة بشكل أفضل، لأنه ليما مع ريبيرو أمام مدافع واحد هو سانتوس، ليما مرة أخرى، دقائق حاسمة في هذا اللقاء، الأهلي يقدم أداء كبير في شوط المباراة الأول، الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني كان أيضا يؤدي أداء كبيرا على مستوى الهجوم، ثم أمر طبيعي أن يعود لوراء للمحافظة على هذه النتيجة، الكرة تصل باتجاه ريبيرو، تمريرة بينية في مكان خطير، والثالث والثالث مرة أخرى حبيب الفردان، لازالت خطيرة مع إسماعيل، مع إسماعيل لمسة لإسماعيل يا حبيب، عبد الفردان وتمريرة وتسديدة بعيدة بعيدة وضربة مرمى، أكثر مرة كان عندهم فرصة لينهونهم برصاصة الرحمة، يقضون عليهم تماما، ولكن في كل مرة محاولات تمريرات ريبيرو لم تجد من استغل هذه فرصة، تقدم كان من جانب حبيب الفردان، لم يحسن استغلال الكرة الماضية الخطيرة للأهلي، الفرسان سجلوا هدفين وضعوا على الأقل ثلاثة، ردة فعل من جانب جماهيري الأهلي، لكن
الأمور تسير على ما يرام. ستحتفلون بعد نهاية المباراة بحول الله بالتأكيد، ونحن على بعد دقائق بسيطة على نهاية اللقاء. الجماهير تترقب وتنتظر نهاية هذه المباراة وحسم الأمور من أجل الوصول إلى نصف النهائي أمام فريق نفط طهران. الإيراني إسماعيل يرتكب خطأ، خطأ يحتسب حكم المباراة لنفط طهران. محاولة هجومية، مؤمن اللاعب البديل. بعد ذلك حكم اللقاء يشير إلى خطأ آخر لمصلحة فريق الإيراني. مؤمن اللاعب البديل شوفها مرة أخرى. نعم الإعاقة كانت موجودة بصراحة، وبعد ذلك الحكم يشير إلى وجود خطأ في مكان خطير لمصلحة نفط طهران. ذهب الكثير حبيب، لم يتبقى إلا القليل. مزيد من الصبر في آخر دقائق المباراة من أجل حسم الأمور. تركيز على هذه الكرة الثابتة بالذات. مدرب الإيراني منصور يعني يتكلم حكم مباراة، لا أعلم على ماذا. الأمور في المدرجات على ما يرام، لا يوجد أي مشاكل. لاحظوا مرة أخرى، خطأ لبصعة نفط طهران. آخر دقيقة على نهاية اللقاء، الفرصة لمصعة نفط طهران. الأهلي الإماراتي 2 نفط طهران 1. كرة ثابتة، محاولة تترقبها الجماهير وتنتظرها، وربما تكون فرصة الأخيرة للفريق الإيراني في مباراة اليوم. الكرة العرضية، لكن الحكم يعيد تنفيذ الخطأ في مكانه ثم يحتسب ماذا؟ وجود خطأ لمصلحة الأهلي أو ماذا؟ احتسب خطأ لمصلحة الأهلي وبطاقة على جلال حسيني بالفعل. شوفها مرة أخرى. نعم خطأ كان موجود، برافو حكم المباراة. خطأ كان موجود، اللاعب المدافع الإيراني لعب بعنف في الكرة الماضية، دفع المدافع ولا أعلم. أعتقد أنه عاد تنفيذ الخطأ مرة أخرى للفريق الإيراني. مخرج المباراة على الملعب غير معقول بصراحة، يعني كان يفترض هنا في اللقطة الماضية احتكاك وأخرج بطاقة صفراء على مدافع الفريق الإيراني، لكنه لم يحتسب خطأ للأهلي. عاد تنفيذ خطأ للفريق الإيراني. مرة أخرى محاولة عرضية، دفاع تدخل، تصل إلى ريبيرو، تحرك بجانب إسماعيل، ريبيرو تأخر ريبيرو، وبعد ذلك يتعرض للإصابة. قلتها قبل ذلك، ريبيرو لا تحتاج أن تقوم بمثل هذه المهارات أمام لاعبين يلعبون بالدفاع بدني كبير. هذا يعرضك للإصابة، شوف هذا ما حدث بالضبط. كان بإمكان التمرير مباشرة لإسماعيل، أراد أن يمر من المدافع بمهارته ثم يمرر لي أو ينطلق. يمرر إسماعيل ويحاول بناء المرتدة. كل شيء يشعرك بوجود الأهلي في نصف النهائي، كل شيء جاهز لأن يتواجد الفرسان في نصف النهائي دوري أبطال آسيا. يقابلون شقيقهم الآخر الهلال في الدور نصف النهائي من هذه المسابقة الكبيرة. لما إلى إسماعيل، رمية جانبية لفريق نفط طهران. حكم مباراة أضاف 5 دقائق كوقت بديل، 5 دقائق كاملة أضافها حكم المباراة كوقت بديل في هذه المباراة. كرة فيها تغطية وتدخل تصل باتجاه ريبيرو، ريبيرو عدى بمهارة، تحرك بجانب إسماعيل وليما، لمسة إلى ليما، إيفرتون ريبيرو للأمام، ذكية لكنها بعد ذلك يقراها المدافع مهدي شاري. عزتي سعد قيان. الفريق الإيراني في اللحظات الأخيرة يحاول يكسب خطأ. كثير من الأخطاء يبحث عنها الفريق الإيراني،
وراء كل كرة لأنهم فشلوا في إيجاد حلول هجومية وبالتالي يبحثون عن كرة ثابتة عن أخطاء. كوسمن سيجري تغيير تكتيكي، يسحب ريبيرو اللي تعرض لكثير من العنف، دخلات قوية في مباراة اليوم، يسحب كوسمن ولاريو. النجم البرازيلي المتألق ريبيرو يترك مكانه لأسامة السعيدي. أسامة السعيدي نجم سابق في العديد من الأندية من بينها ليفربول الإنجليزي. كرة ثابتة لمصلحة نفط طهران في الوقت البديل، كرة بعيدة جدا، ضربة مرمى، خلاص الأمور شبه محسومة، بل محسومة الآن. الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال. جوانزو سيقابل جامبا أوساكا الياباني ضد جوانزو الصيني. لماذا أنت لهذه الدرجة زعلان كوزمي؟ ما الذي يحدث؟ لماذا أنت متوتر؟ فريقك متقدم بهدفين مقابل هدف ونحن على بعد ثواني بسيطة ووصلت تقريبا إلى نصف النهائي وجماهيرك تحتفل، وليلة غير عادية وانتصار كبير وتجديد لانتصار كبير في إيران وأداء رائع وكل شيء يشعرك بأن الأهلي يقدم أداء رائع. إسماعيل يريد ختم الأمور بمهارته، محاولة من إسماعيل، تمريرة بينية ذكية والثالث ضاع، غير معقولة. لواتشي جميلة من جانب إسماعيل حمادي. إسماعيل حمادي بمهارته أراد أن ينهي المباراة بسحره الخاص، تمريرة ذكية بعد مجموعة من المهارات من الذكاء في التحرك ومن المرور من مدافعي الفريق الإيراني. خلاص الثواني الأخيرة على نهاية اللقاء، الأهلي فرسان الإمارات بل فرسان آسيا يصلون إلى نصف نهائي دور الأبطال وينتظرون مواجهة الزعيم الهلال السعودي في مباراة ستكون كبيرة. صافرة الحكم تنطلق، مبروك لكل أهلاوي.